اكتبوا لي بالشات الصوت واضح أو لا. اليوم محاضرتنا راح تكون يعني تكملة لما درسناه في الأسبوع الماضي حول الكاربوكسيليك أسيد ديريفاتيفز. درسنا مثل ما تعرفون الأسبوع الماضي بدينا بالأسيد كلورايدز، أخذنا بها قسم من طرق تحضير الأسيد كلورايد، قلنا تحضر من الأسيد هايلايتس، ممكن أن تحضر من الكاربوكسيليك أسيد، ودرسنا قسم من تفاعلات الكاربوكسيليك أسيد دريفاتيفز اللي هي reactions of أسيد هايلايتس. أخذنا هذا الجنرال سكيم لتفاعلات الأسيد كلورايدز، قلنا واحدة من تفاعلاتها هي الهيدروليسز، والهيدروليسز أخذنا بها ميكانيزم الأسيد هيدروليسز، وأيضا أخذنا الكونفيرشن أوف أسيد هالايتس إنتو إنهايدرايتس، وأيضا درسنا الاسترفيكيشن اللي هو التفاعل مع الكحولات، وقلنا أيضا في هذا الجانب أنه الكحولات الأولية هي تكون الأسرع في تفاعل تكوين الأسترات، وأيضا درسنا الأمينولايسيس اللي هو التحلل بالأمين اللي هو تحويل كلوريدات الحوامض إلى أمايدز، وأيضا أخذنا نوعين من التفاعلات اللي تتضمن تحويل الأسيد كلورايدز إلى كحولات. النوع الأول كان الريدكشن الاختزال، والاختزال هو باستخدام عوامل مختزلة مثل ما تشوفون أمامكم الآن، بالليثيوم ألمنيوم هايدرايد ممكن نختزل كلوريد الحامض إلى نختزلها إلى برايمري الكحول، وأيضا من الطرق الأخرى لتحويل كلوريد الحامض إلى كحولات هو بتفاعلها مع كاشف جرينيارد. مع كاشف جرينيارد يتحول بالبداية كلوريد الحامض إلى أسيتوفينون، يعني إلى كيتون، ومن ثم باستمرار إضافة الكاشف جرينيارد والأسيد كايدروليسيز يتحول إلى تيرشري الكحول. وصلنا آخر شيء إلى عفوا توقفنا عند موضوع chemistry of acid anhydrides، كيمياء الحوامض اللامائية. فبالبداية راح ندرس طرق تحضير الأسيد أنهيدرايز. طبعا الأسيد أنهيدرايز ممكن أنه تحضر من كلوريد الحامض، كلوريد الحامض مثل ما تشوفون أمامكم الآن، من كلوريد الحامض مع الصوديوم أسيتيت ملح الحامض الكاربوكسيلي in the presence of ether، ألاحظ أنه يتكون عندي الأسيد أنهيدرايد اللي هو أسيتيك بنزويك أنهيدرايد. وهذه الطريقة تكون مهمة، ممكن نحضر بها مثل ما تشوفون أمامكم الآن بالملاحظة both symmetrical and unsymmetrical acid anhydrides can be prepared in this way. ممكن انه نحضر الانهيدريدات المتماثلة وغير المتماثلة بهذه الطريقة. هنا بهذا المثال حضرنا انهيدريد غير متماثل unsymmetrical. نجي الآن إلى reactions of acid anhydrides، تفاعلات انهيدريدات الحوامض. خلونا نشوف الآن لحد هنا اكو سؤال طلاب؟ اكو سؤال؟ اللي عنده سؤال ممكن انه يكتب بالشات.
زين. تفاعلات انهيدريدات الحوامض ألاحظ بالشكل اللي داخل المربع الأسيد انهيدرايد، ممكن بعملية الهيدروليسز بالهيدروليسز تتحول إلى كاربوكسيليك أسيد على جهة اليسار، وأيضا أقدر أجري لها عملية الاختزال ريدكشن، بالريدكشن تتحول بالبداية الانهيدرايد يتحول إلى ألديهايد، ومن ثم استمرار الاختزال يتحول إلى برايمري الكحول. وأيضا ممكن إنه الانهيدرايد أجري لها عملية الأمينولايسز، تحلل بالأمونيا أيضا يتحول إلى أمايد. وأيضا ممكن أحول الأسيد انهيدرايد أحولها إلى أسترات من تفاعلها مع الكحول. The recording has started. نعم. من التفاعلات المهمة لأنهيدريدات الحوامض conversion of acid anhydride إلى إستر، تحويلها إلى إستر. ومثل ما تشوفون بهذه المعادلة اللي أمامكم، ألاحظ إنه تفاعل الأسيتك أنهيدرايد، تفاعل الأسيتك أنهيدرايد اللي موجود، الأنهيدرايد اللي موجود أمامكم الآن اللي باللون الأخضر، ممكن إنه يتفاعل مع ألاحظ هنا مع الساتساليك أسيد اللي هو أورثو هيدروكسي بنزويك أسيد، أورثو هيدروكسي بنزويك أسيد يحتوي لمجموعة OH في الموقع أورثو. تفاعلها تفاعل الأنهيدريد مع هذا المركب in the presence of basic medium والهيدروليسز يتحول إلى أسيتيل ساتسيليك أسيد، أسيتيل ساتسيليك أسيد اللي هو عبارة عن الستركتشر اللي يخص الأسبرين. ألاحظ أنه هو عبارة عن إستر، عبارة عن إستر. زين. من التفاعلات الأخرى لأنهيدريدات الحوامض هو تحويلها إلى أمايد. ألاحظ بالمعادلة اللي موجودة في أسفل الصفحة اللي هسه مظللة، ألاحظ أنه تفاعل الأنهيدريد اللي باللون الأخضر اللي تشوفوه مع الأمينات، مثال على الأمينات اللي أقدر أفاعلها مع الأسيتك أنهيدرايد هو باراهيدروكسي أنيلين. هذا المركب الباراهيدروكسي أنيلين أيضا بوجود الوسط القاعدي والتحلل المائي، ممكن انه جزء الاسيتيل اللي هو CH3 سي دبل بوند او اللي باللون الاحمر تتفاعل مع مجموعة الامينو، هنا نلاحظ انه يتكون عندي الاسيت امينوفين اللي هو ستراكتشر الباراسيتامول او التايلينول، المركب الدوائي مسكن للآلام. ألاحظ اللي موجود به الستركتشر، إذا انتبهنا على الستركتشر أنه هو عبارة مايد، تكون عصر أمايدي NH C double bond O. أكو سؤال لحد هنا؟
أكو سؤال طلابنا الأعزاء. نعم شكرا. زين هسه بعد ما كوننا الأمايز نتحول إلى chemistry of esters، كيمياء الأسترات. ألاحظ أن بالأسترات تعرفنا قبل شوية على تركيب الأسترات. ألاحظ أنه هذه أمثلة على بعض الأسترات. ألاحظ الستركتشر الأول اللي موجود أمامكم، مثل بيوتانويت، مثل بيوتانويت. ألاحظ هذه التسمية جاية من إيش؟ في البداية نشخص مجموعة الألكيل اللي موجودة، نضعها في البداية اللي هي ترتبط مع الأكسجين، اللي باللون الأخضر مجموعة مثل، أخليها بالبداية. بيوتان جاية من أربع ذرات كربون، وأنهي التسمية بـ ATE للدلالة على أنه عندي مجموعة إستر. ألاحظ الآخر ايزوبنتيل اسيتيت، ايزوبنتيل اسيتيت المجموعة اللي مرتبطة مع الأكسجين مجموعة الألكيل، ألاحظ نفس الطريقة هي ايزوبنتيل، خليتها بالبداية. والجزء الآخر، الجزء الآخر الـ CH3 C double bond O هي جايتني من أسيتيك أسيد، فقط أبدل المقطع IC acid، أبدلها بالمقطع ATE، أصير عندي acid isobentyl acetate. من الأسترات المهمة اللي موجودة يعني في تركيب الشحوم أو الدهون الفات، ألاحظ هذا التركيب، هذا التركيب اللي موجود أمامكم هي أسترات ثلاثية. ألاحظ أنه عندي أسترات ثلاثية. هذه الأسترات الثلاثية تكون الـ R group مالتها عبارة عن 11 إلى 17 ذرة كربون. زين من أمثلة على الأسترات الأخرى، ألاحظ هنا عندي بعض الأسترات الثنائية، هذا أستر ثنائي. كيف نسمي الأستر الثنائي؟ بنفس الطريقة اللي سمينا بها الأحادي، أيضا نفس المبدأ، نفس المبدأ. عندي مجاميع الآر الاثنين اللي ترتبط مع الأكسجين اللي باللون الأحمر، عندي مجموعتين بيوتيل، فأقول داي بيوتيل، داي بيوتيل، خليتها بالبداية. وعندي الأستر هو ثنائي، جايتني من فتالك أستر، داي بيوتيل فتالك، فقط فتالك اي سي اسيد، ابدلها بالمقطع اي تي اي، تصير فتاليت، داي بيوتيل فتاليت. هذا يستخدم في بعض الصناعات الكيميائية. أكو سؤال لحد هنا؟ اللي عنده سؤال ممكن يسأل. وعندنا ايضا في موضوع يعني طرق التحضير للأسترات، طرق تحضير الأسترات مثل ما تشوفون امامكم.
بعض الطرق اللي طرق عامة لتحضير الأسترات. لاحظ بالطريقة الأولى إذا تشوفون هذا السكيم، خلنا نأخذ الباثوي اللي موجود على اليسار، الحامض الكاربوكسيلي، نبدي من كاربوكسيليك أسيد مع الـ NaOH يتحول إلى ملح الحامض الكاربوكسيلي، ومن ثم تفاعلها مع هاليد الألكيل والألكيل هالايدز راح ينطيني الأستر. هذا الأستر ألاحظ يكون شنو الخاصية اللي موجودة به؟ هذه الطريقة Method limited to primary alkyl halide، فقط إذا كان عندنا هاليد الكيل من النوع الأولي ممكن أنه نجري تحويل الحامض الكاربوكسيلي إلى الأستر بهذه الطريقة. زين، إذا نشوف الآن الطريقة الثانية اللي موجودة في الوسط، الحامض الكاربوكسيلي أيضا مع الكحول R-OH in the presence of acidic medium as catalyst راح أيضا ينطيني تركيب الإستر، وهذه الطريقة تكون method limited to simple alcohol. إذا كانت عندي كحولات بسيطة أقدر أفاعلها مع الحامض الكاربوكسيلي حتى ينتج لي الإستر. وأيضا أكو طريقة غير مباشرة، إذا تلاحظون المسار الآخر اللي موجود للأعلى، تحويل الحامض إلى كلوريد الحامض بوجود الـ SOCl2 ينطيني كلوريد الحامض، ومن ثم كلوريد الحامض مع الكحول in the presence of pyridine راح تنطيني أيضا تركيب الإستر. الإستر هنا هذه طريقة تكون طريقة عامة جدا، طريقة عامة جدا، a method is very general، ممكن أحضر العديد من الأسترات بالطريقة الأخيرة. لكن الطريقتين الأولى والثانية اللي شفتوها على اليسار على الوسط تكون محدودة الاستخدام. الأولى تكون محدودة بسبب أنه عندي فقط في حالة البرايمري الكيل هالايد، اللي بالوسط فقط إذا كان عندي سمبل الكحولز، بمعنى أنه كحول ذات ذرات كربون. أكو سؤال لحد هنا طلاب؟ إذا أحد منكم عنده أي سؤال أي إفسار؟ طبعاً إن شاء الله المحاضرة يعني راح نعيدها إعادة سريعة يوم الثلاثاء والأربعاء القادمين، وأيضاً نكمل وياها reactions of esters، تفاعلات الإسترات عندنا باقية، وأيضا عندنا يعني أكثر من طريقة لتفاعلات الأسترات، وعندنا آخر شيء chemistry of amides اللي تتضمن preparation of amides و reactions of amides. هذه يعني أريدكم يعني إن شاء الله على المحاضرة القادمة الحضورية تكونون يعني مطلعين عليها بشكل جيد. رابط الحضور طبعا راح انزل لكم اياه بعد قليل على الكلاس روم، والتسجيل ايضا. نعم سرور، بعد عندنا محاضرة نظرية في القاعة، عندنا بعد محاضرة نظرية.